ايه ده يا حسن؟ انت بكده بتعمل مشكله، كان لازم تنفذ الاجازه اللي ادالك المدير. اجازه ايه؟ الاجازه ايه؟ بس انت مش فاهم حاجه اصلا. طب ما تفهمني. طيب مره عيل صغير سال ابوه قال له يا بابا، هو الثعلب بيبيض ولا بيولد؟ ابوه قال له ده مكار، توقع منه اي حاجه. لا طب خلي بالك بقى يا حسن. خلي بالي من ايه؟ النبي انت قايل لي خلي بالي من ايه؟ انا متاكد انك ما تعرفش خلي بالي من ايه. خلي بالي من ايه؟ هو مش عرفني يا حسن، انا حسيت ان الموضوع مقلق فقلت اريحك واقول لك خلي بالك. تريحني ليه؟ وانت امي عشان تريحني. يا باشمهندس حسن اطير انا بقى يا حسن. اه طير طير، الجو مناسب، طير حطير دلوقتي، يلا طير. انا متاكد كده كنت مطر. طير بقى.